بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر. يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة، وقوية جدا، ويقابلهم ماذا يكفر ترك الصلاة، ولهم تأويلات بهذه النصوص. من أدلة من يكفرون: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا تحصل القوة إلا بعد دخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حديث قوية جدا وكثيرة منها: من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا، وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذا هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث، واحتج بقول عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق: ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ ابن تيمية أن جماهير أهل العلم والصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من غير الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة. لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية. فيحصل الإنسان فيه شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي ومالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون: إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها. أما وهو يعترف بوجوبها فهذا اختلف فيه، منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يصل وقت العصر، فيرفض الصلاة يقتل، يقتل حدا، يقتل حدا. وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه قاتل، قاتل مرتدين. وآخرون يرون أن قتله حد. وأبو حنيفة من بين الأئمة
يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي.